مع موسم جديد ولوك جديد لهاديا سينوز وورد وهي ماجازين. اليوم رح نبلش سوا ربيع صيف 2021، وان شاء الله هالسنه تكون وجهه خير علينا كلياتنا. وبالبدايه حبيت اليوم بدل ما بلش وسافر من اهم العواصم، حبيت بلش بالالوان لهالموسم. بس لكن هالموسم بالتحديد لربيع صيف 2021 كان مختلف ومميز كتير، خاصة في عدد كتير كبير من الماركات ودور الأزياء ما قدموا عروضهم، وكمان في عدد كتير كبير من المصممين قدموا وعملوا الكولكشنز تبعيتهم بالايسوليشن خاصة للكوفيد 19. يعني فينا نقولكم انه تحضير هالمجموعة بالذات كان كتير غريب وجديد من نوعه. بس اكيد في خطوط أساسية عالم الموضة اتبعتها، ومنبتدي بقصة الألوان لربيع صيف 21، ومنبتدي مع لون الأحمر. اللون الأحمر بيرجعنا بقوة لفترة التسعينات، وقتها بهيدي الفترة كان عالم الموضة عم بيركز على اللون الأحمر لسبب يوعي العالم لتتبرع بالدم وكمان تهتم بصحتها. من هيك منلاحظ مع الكوفيد 19 رجع اللون الأحمر، وهو اهتمام بالصحة لأقصى درجة، وقديش كتير مهم الواحد ما ياخد صحته هيك ويهتم فيها لأقصى درجة. الألوان كل تدرجات اللون الأحمر، يعني اللون الأحمر يلي مايل على تشيري ريد، تشيري أورنج، كل اللون الأحمر الحلو منلاحظ هالسنة عالم الموضة مركز عليه من أهم العواصم من نيويورك، لندن، ميلان وباريس. وبنوصل مع تدرجات اللون الشيري ريد وبنوصل للون الزهر. كمان هون منلاحظ تدرجات اللون الزهر كمان مختلفة ومميزة، كمان خاصة لإعطاء الحياة كلياتها مثل ما بيقول المثل بالفرنسي لافي اون روز. لافي اون روز انعكست كمان لربيع صيف 2021 بطريقة مميزة وحلوة وكلياتها الإيجابية بالفرح. وكمان البيربل بينك كمان هالسنة لون جديد رح نشوفه أكثر وأكثر لربيع صيف 2021. بنرجع كمان للون البرتقالي يا أما لون الأورنج. الأورنج كمان على كل تدرجاته للون، من لون الأورنج ليصير أغمق وأغمق وأغمق لنوصل للون البني كمان. وهون بنتذكر كيف الواحد لازم يهتم بالطبيعة لأقصى درجة. بالإضافة للألوان اللي كمان طاغية لربيع صيف 2021 هي اللون الأخضر. كمان اللون الأخضر على كل تدرجاته، كمان هون توعية أكثر وأكثر وأكثر للطبيعة. نرجع نوصل للون الأصفر. اللون الأصفر بذكرنا بشو؟ بالشمس. كمان اللون الأصفر منلاحظه موجود على كل تدرجاته وصولا للون الأصفر الباستيل يلي كمان هالسنة رح نشوفه أكثر وأكثر وأكثر. وأكيد مع هالألوان كلياتها الألوان الحديدية مثل الأسود والأبيض عطول بضلن موجودين. وكمان مع نهاية قصة الألوان لربيع صيف 2021 بحب ضيف اللون الأزرق يلي كمان مكفى 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 معنا من الصيفية للشتوية لربيع صيف 2021، وهي كمان لون السماء ولون البحر يلي واصل اللون الأزرق للأكوا بلو. مع الأكوا بلو بقلكن باي باي من هاديا سينوز وورد وهي ماجازين، وأكيد مثل العادة حنخليكن أب تو ديت أكثر وأكثر وأكثر، لأنه ما في أحلى من الشوبينج، والشوبينج هو مثل الهيلينج لكل محبين الموضة. والتجديد كمان كثير مهم، بس كمان كثير مهم هالأيام نعمل ونكون أذكياء بالشوبينج لما نعمل ريفامبينج ونشتري أشياء ونكون على أحلى طبق. باي باي.